السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير طيبين. مقطع جديد للعبة أنداون وشرح عن مهمات الشابتر 1. طبعا قبل ما أبلش المقطع يا شباب، يا ريت تشتركوا بالقناة لو مو مشتركين، أهلا وسهلا فيكم، وتفعلوا الجرس ولايك وتسووا شير. ولو عندكم أي أسئلة أي استفسارات فيكم تحطوا ليها في التعليقات تحت أو تبعتوا لنا على الديسكورد، رابط الديسكورد موجود بالوصف. نبدأ معكم المقطع. طبعا نحن الشابتر 1 في اكثر من مهمات، في تقريبا اربع مجموعات نحن سوينا عليهم اوريدي مقاطع قبل، الهوم ستيت، اليور سيلف، الارم يور سيلف، والجو ريبير سوينا عليهم، وصلنا على السرفايفل ايتمز. طبعا هي المهمات تقريبا في خمس مهمات، هي بدك تجيب الحبل وتحطه من فوق البناء. لتسوي هيك اول شيء بيقول لك بدك تروح تشتري حبل من عند توني، تاني شيء بدك تسوي كرافت للحبل، ثالث شيء بدك تحط الحبل من على سطح البناية أو من على التوب، وبعدين في عندك مهمة تانية هي تروح على في سيجنال تاور اسمه بلاك بيري، وفي أربع تاورات بالريد وود، منطقة ريد وود بدكم تستكشفوها أو تروحوا تفتحوها. نحن حنبلش بأول شيء عند توني، طبعا توني موجود هون بالشلتر، رابين شلتر، بتجوا لعنده هو بيكون واقف هون، بتشتروا من عنده الحبل، هي أول شيء لازم تسووها. بتنزل تحت الحبل اسمه ستيل روب، أنا طبعا اشتريته عندي يا موجود، ما حأرجع أشتريه مرة ثانية. بس تشتروا هذا الحبل، بتروحوا على الشكل المطرقة يلي هون، تمام، وهي يمكن تكون عندكم تحت أو شي مكان، وبتنزلوا على آخر قائمة على اليمين، في عندكم سيفتي روب. سيفتي روب بيكون عندكم حجر وبيكون عندكم الحبل اللي اشتريته هلا، بتسوي له كرافت. طبعا انا هلا حاليا ما اشتريت الحبل لانه عندي اياها كمان، هي انا اوريدي سويت لها كرافت، بس تضغطوا على كرافت وبتطلع عندكم بالشنطه في الباك باك. لو بتنزلوا بتلاقوها موجوده هون، تسوي لها يوز وتحطوها على سطح البيت او تحطوها على التاور. طيب هلا بدنا المهمه الثالثه انه نحن نحطها على التاور، وفي مهمه انه نروح على برج اسمه بلاك بيري، وفي مهمه انه نحن نروح نستكشف الابراج كلياتها بمنطقه الريد وود. طبعا الريد وود فورست، نحن عندنا البلاك بيري، هذا هو اللي بدنا نسوي له نستكشفه. طبعا مش هي مهمه، في شيء اسمه بلاك بيري تاور، هذا اسمه ميشيلز رانش سيجنال تاور. في عندكم البلاك بيري هو حيكون قريب على هي اللي هو هذا هو البلاك بيري اللي حنروح له نحن هلا. وفي بعد برجين لازم تستكشفوهم تسوي لهم انلوك. رح نطلع على هذا التاور هلا حاليا. طبعا بينزلنا بعيد دائما. اوكي فينا ناخذ السياره ونروح لعنده. طبعا لهون نحن حنسوي تقريبا ثلاث مهمات، مهمه انه نحط الحبل يلي سويناه، ومهمة انه نطلع نسوي انلوك لهذا البرج، والمهمة اللي بعدها لازم تطلعوا على الابراج كلياتها الاربعة الموجودة بهي المنطقة. طيب نحن حنطلع لفوق حاليا، وبين ما عم نطلع رح ارجيكم، شايفين هذا البرج بتروحوا لعنده، في هذا البرج الثاني، في عندكم البرج الثالث هاد، وفي عندكم البرج الرابع، هدلون اربع ابراج لازم تستكشفوهم وتسوي لهم انلوك تفتحوهم. كيف طريقة انكم تفتحوا البرج؟ طبعا بتروحوا على البرج نفسه مثل ما هلا حنساوي، وبتطلعوا لفوق، طبعا هو المشوار بعيد شوي لانه البرج عالي، ومن فوق في مثل كنترول او محطة تحكم، من هي محطة تحكم بس بتروحوا بتضغطوا عليها وبيفتح البرج عندكم. ولا تنسوا تطلعوا على الطابق اللي فوقه لانه كمان بيكون في فوقه صندوق فيه شوية هدايا. نحن طبعا اخذينه هذا اوريدي، بس راح اطلع لفوق عشان اوريكم، لانه لازم تحط الروب، اذا ما اشتغل عندك الروب على سطح البيت عندكم في الهوم ستيت، فيكم تحطوه هون في البرج. طبعا بتجوا لهون بتضغطوا الاف او بتضغطوا عليها وبتشتغل، وبتطلعوا لفوق حتحصلوا صندوق فيه هدايا، كمان بتفتحوا الصندوق، موجود هذا بكل برج، كل برج بتطلع له لازم تطلع لفوق اذا حابب وتاخذ صندوق الهدايا الموجود في البرج. طبعا نحن هلا حنطلع الحبل يلي سويناه وراح نستعمله ونحطه في هذا المكان. طبعا نحن حطيناه هيك بنكون خلصنا المهمات كلياتها تبعيت هذا الشابتر، فينا ننزل من عن طريق الحبل.
تمام يا شباب، هيك بنكون خلصنا نحن المهمات. خلينا نشوف شو باقي عنا. بيبقى عنا بمهمات الستوري الشابتر 1، السرفايفر بيبقى عنا آخر وحدة إن شاء الله. بسوي لكم فيها مقطع بكرة، أو المقطع الجاي حيكون على آخر المهمات تبعية الشابتر 1. إن شاء الله تكونوا عم تستفيدوا بالمقاطع يا شباب. لا تنسونا بالاشتراك واللايك. عندكم أي أسئلة أي استفسارات فيكم تحطوا لنا إياها في الديسكورد، تدخلوا على الديسكورد، رابط الديسكورد موجود في الوصف. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم بالمقطع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.